مشاهدينا، نناقش الملف الزراعي والمساحات الخضراء مع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة السيد محمد الخزاعي الذي ينضم إلينا مباشرة من النجف الأشرف. أهلا بك أستاذ محمد في نشرة الأخبار. نبدأ الحديث في تفاصيل الخطة الحكومية لزيادة المساحات الزراعية بعد تحقيق الوفرة المائية، تفضل. حياكم الله وأهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناتنا العراقية الإخبارية. الحمد لله كان موسم مطري يعني فاق التوقعات، كان أفضل من الموسم المطري الماضي اللي أيضا كان هو نقلة نوعية بالمقارنة مع المواسم اللي سبقتها، وبالتالي صرنا اليوم نتحدث عن واقع زراعي جديد، عن خطط زراعية جديد تقوم على أساس التوسع في الأراضي التي ستشمل بخطط الدعم الزراعي، خاصة موسم الزراعة الصيفي اللي تكمن به المشكلة، على اعتبار أن المحصول الأبرز به هو يعني محصول الشلب. نعم. وتحديدا الرز العنبر اللي تقلصت مساحاته في الموسم الماضي إلى 5000 دونم فقط، وهي مساحة صغيرة، يعني أي مزارع يمتلك لربما أكثر من هذه المساحة، لكن اضطررنا إلى ذلك لأن تعرف أنت الشلب وتحديدا الرز العنبر يحتاج إلى ري إغراقي لفترات طويلة، يعني أكثر من 6 أشهر، أكثر من 180 يوم، مع ما يصاحبه من حالات فقد كبيرة في المياه واستنزاف أيضا إلها، وبالتالي اضطررنا إلى هذا التقليص والتخفيض، وانعكس ذلك على المزارع والفلاح في المحافظات المشهورة لزراعة الرز العنبر، إن كان في محافظة النجف الأشرف أو محافظة الديوانية أو محافظة المثنى. هذا الموسم إن شاء الله يختلف عن سابقه. هنالك عدة تصريحات للسيد وزير الزراعة الدكتور عباد جبر المالكي، وأيضا السيد وزير الموارد المائية السيد عون دياب بخصوص التوسع في خطة الموسم المقبل إن شاء الله، اعتمادا على المعطيات الموجودة التي أستاذ محمد، يعني هل تم التنسيق بينكم وبين وزارة الموارد المائية زيارة فيما يتعلق بالخزين الاستراتيجي للماء؟ هذه نقطة مهمة جدا، ارتفاع مناسيب المياه وتحقيق خزين استراتيجي بعدة أمتار في السدود والخزانات المائية، هل يعطي أريحية لوزارة الزراعة للشروع بزيادة المساحات الخضراء، أم أن هناك يعني نوعا من الحذر في هذه الزيادة؟ لا، احنا دائما متفائلين. نعم. وهناك تنسيق بين وزارتنا وبين وزارة الموارد المائية، هناك لجان وفرق فنية مشتركة تحدد المساحات المزروعة بناء على رؤية وزارة الزراعة لموسم الزراعة الشتوي وموسم الزراعة الصيفي. هنالك طلب قدم من السيد وزير الزراعة قبل أقل من أسبوع للسيد مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص إطلاق والسماح لزراعة محصول الشلب في كافة الأراضي الزراعية في المحافظات الثلاث والمحافظات الأخرى التي تزرع هذا النوع. نعم. اعتمادا على هذه المعطيات، لكن مثل ما قلت أن هنالك لجان فنية مشتركة ستجتمع في وقتها، يعني بعد انتهاء موسم الحنطة إن شاء الله، لتحديد المساحات الداخلة هذا في واضح جدا الزراعة الصيفية. نعم. على العموم الموسم القادم، الموسم المقبل، سيشهد توسعا في زراعة الأراضي إن شاء الله، توسع كبير بما يعود بالنفع على مزارعنا وفلاحنا في جميع المحافظات إن شاء الله، هذا وعد يعني. نعم، دعنا نتحدث عن الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى الحنطة، هل هناك محاصيل أخرى مرشحة لحصول الاكتفاء الذاتي بها، خصوصا التي يتم استيرادها وتكلف مبالغ طائلة بين قيمة استيرادها وبين تقديمها إلى المواطن، ربما بأسعار أدنى من قيمتها المستوردة بها أو مضاهية لها في بعض الأحيان؟ لا، احنا خلي حتى المشاهدة ما تعرف. نعم. احنا ما عندنا سنة زراعية، عندنا موسم زراعي لكل محصول ولكل سرعة زراعية. كل بلدان العالم لا يمكن لأي محصول أن يلبي احتياجاتها على مدار السنة، وبالتالي هنالك مواسم ذروة ومواسم شح. عندنا بالعراق عدد من المحاصيل وصلنا بها مو فقط الاكتفاء الذاتي، لا حققنا بها فائض
وصارت تصدر إلى العديد من البلدان سيما بلدان الخليج العربي. ما أبرز هذه المحاصيل أستاذ محمد؟ سوق للمحاصيل الزراعية العراقية مثل الطماطم. نعم. مثل الطماطم، البطاطا، الخيار، البصل، الباذنجان، الفلفل، حتى الفواكه. ولربما المشاهد قد يستغرب، هنالك الكثير من الفواكه صارت تصدر إلى هذه البلدان مثل البرتقال والرمان، أيضا التمور، أيضا أنواع من الروز. فضلا عن ذلك عندنا كميات مهولة من الأعلاف على اختلاف مسمياتها تصدر إلى أسواق هذه الدول. وبالتالي يعني عبرنا مرحلة الاكتفاء الذاتي وحققنا فائض صار يصدر إلى الكثير من هذه البلدان، بدل ما كان العراق يعني إلى فترة قريبة مضت يستورد كل شيء من الخارج مع ما يعنيه ذلك من عملة صعبة تستنفد لأجل عمليات الاستيراد، اليوم صارت الزراعة في العراق عنصر داعم للاقتصاد الوطني. واضح. وتوفر مداخل لا بأس بها من العملة الصعبة، تعزز قيمة الدينار العراقي وتقوي من مكانة الاقتصاد العراقي. نعم أستاذ محمد، في ملف إزالة التجاوزات على الحصص المائية إلى أين وصلتم؟ ونتحدث عن جانبين، الجانب الأول هو التجاوز على الحصة المائية من الأنهر وفروعها، والجانب الثاني هو تلويث الأنهر، وهذا لا يتعلق بالمواطنين وإنما بجهات أيضا. يعني مثل ما تعرف وزارة الزراعة وزارة إرشادية توجيهية، عملية إزالة التجاوزات على الأراضي الزراعية طبعا هي ترفع أو تحدد من قبل مديريات الزراعة ودوائر وزارة الزراعة، لكن عمليات التنفيذ هي مسؤوليات جهات أخرى تقوم بواجباتها في هذا الأمر. الملف بصريح العبارة تعرف أنت مسألة التجاوزات هي مسألة معقدة تخضع للكثير من التعقيدات والتفاصيل التي لا يمكن أن ندخل بها الآن لأنها كثيرة ومعقدة جدا. نعم. وهي قديمة وتراكمت مشاكلها في الكثير من المناطق، لكن في ظل هذه الحكومة في ظل هذه الوزارة أعتقد أن الأمر تغير نحو الأحسن بشكل كبير. والدليل أنه كان في الفترات الماضية كان هنالك عملية استمرار بالتصاعد في عمليات التجاوز، توقفت إلى حد كبير في ظل الحكومة الحالية، وهنالك تشريع في وقت سابق جرم عمليات التجاوز بعد أن قننها وحدد المناطق المتجاوز عليها باتجاه حصرها وإدخال الخدمات إلها. نعم. لكن أي عمليات تجاوز جديدة لا يسمح بها القانون وسيعاقب من يقوم بفعلها، خاصة إذا كانت عمليات تجاوز ممنهجة وليست فردية. وبالتالي توقفت إلى حد كبير، وأنت والمواطن أيضا يعرف خاصة في العاصمة بغداد. نعم. أن التجاوزات انحصرت بشكل كبير إن لم تكون قد توقفت بشكل كامل. نعم. مباشرة من النجف الأشرف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة سيد محمد الخزاعي، شكرا جزيلا لك.